قول بصدق حاجة عملتها في حياتك وحاسس بالذنب تجاهها لحد دلوقتي. الحكم طبعا. الحكم. غني أغنية الجدة دودي بطريقة الخديوي. لا نقول بقى نرجع نرجع نقول بقى الغلطة اللي أنا عملتها. أيوة الغلطة. الحكم صعبة كده. اشمعنى عندها الحكام سهل؟ ليه والله ده الست رجعت شوف عملت انا ده انا ده انا قلدتك وقلدت نفسي مش عايز احكي خليني ساكته. ما هي كل الحاجات اللي انت بتقوليها بتتعارض مع الهيبه. الهيبه ما بعرفش اعملها. ايوه ما هو انت بتقولها بطريقه الخديوي على فكره دي يعني يعني بس تقول ايه؟ الجده دودي طبعا. طب هي عملتها ايه؟ صح برافو عليك. 3-0 3-0 3-0 3-0